إياك أن تصدق بأنك كبرت في السن، ما جسدك إلا وعاء تضع فيه روحك، والروح لا تشيب ولا تشيخ. الروح من عالم آخر لا تشبه عالمنا بشيء، لا يعلم حقيقتها إلا الله. إياك أن تحبس روحك في إطار جسدك، حلق في عالم التفاؤل والأمل، وثق بالله في كل خطوة تخطوها. ساعد الجميع وامنح الحب وازرع الخير في كل مكان. لا راحة للمؤمن إلا بلقاء ربه. كثير منا يفهم هذه العبارة خطأ. لا يشترط أن يكون اللقاء بعد الموت، فالصلاة لقاء، والمناجاة لقاء، وذكر الله لقاء، والتفكر لقاء، والصدقة لقاء، وقراءة القرآن لقاء، وبر الوالدين لقاء، وصلة الأرحام لقاء، والتودد إلى الناس لقاء، والعلم لقاء، والأدب مع الناس لقاء، وقيام الليل لقاء، وزيارة المريض لقاء، وتفريج كربات المسلمين لقاء. فهل أدركنا كم هي فرص اللقاء؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.